هل البيت بتاعك موجود فيه صراصير؟ تعرف ان الصراصير من الرموز اللي بتدل على الحسد والعين، وحتى في المنام غالب المفسرين اتفقوا ان الصراصير تدل على الحسد الشديد جدا. ممكن واحد نصح يقول لك طب ما البيت بيكون فيه صراصير بسبب ان فيه خشب، واي بيت فيه خشب في الحر بتنتج فيه الصراصير. اقول لك لربما ان يكون بيت الشخص نظيف جدا وما فيهوش اي عامل من العوامل اللي تستدعي الصراصير، ويبص يلاقي بيته مليان من الصراصير. طيب خلينا من الصراصير، النمل. ممكن انك انت تكون ساكن في دور عالي جدا، في الدور الثالث في الرابع في الخامس، وتبص تلاقي النمل بيغزو البيت عبارة عن جيوش مجيشة داخل البيت بتاعك، وما انتش عارف انك انت تتخلص من هذا النمل. النمل من الرموز اللي بتدل على الحسد وبتدل على سحر البيت. طيب مفيش نمل، طب انا عايز اقول لك على حاجه، في الحمام او في المطبخ بيطلع دود كده لونه اسود، ولون الدود ده بيكون شكله غريب، على الرغم ان صاحبه البيت ده بتكون نظيفه جدا وبتنظف البيت بروائح وبتنظف البيت بمطهرات، ومهما تستخدم برضه الدود ده بتلاقيه. ده طبعا من العلامات اللي بتدل على الحسد والسحر اللي بيكون موجود في البيت. اما عن العلامه الرابعه، وهي مجرد ما بتخش باب البيت كده وتخش في وسط بيتك، تبص تلاقي ان في روائح كريهه جدا بتنبعث من المطبخ، من الغرف، تبص تلاقي ان في ريحه كمكمه في اللبس، كمكمه يعني لا تقبل ولا تطاق. فكل هذه علامات تدل على ان البيت ده محصور من الجن، او بمعنى صح الشياطين استولت على البيت ده. اذا خرج الشياطين من البيت واطردهم، ايه اللي انا اعمله؟ اول حاجه وانا داخل البيت اقول السلام عليكم. تاني حاجه الملح لا يعني يضر ولا ينفع، ولكن من الامور المجربه اللي ذكرها ناس كتيره قوي وقالوا ان في بركه وفي خير في الملح. فكل ما عليك انك انت تاخد شويه ملح، ولكن تقرا عليه سوره البقره وترش في جميع اركان البيت سير دير، ثم بعد ذلك يا اخي الكريم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، وتشغل سوره البقره في بيتك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجعلوش بيوتكم مقابر، لان الشياطين بتفر من المنازل اللي بينشغل فيها القران واللي القران بيكون مفتوح فيها. فعشان كده لازم انك انت تطرد الشياطين من البيت، فهتطردها بايه؟ بسوره البقره. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالبقره فان نغذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطره. فكل ما عليك يا اخي الكريم انك انت تشغل سوره البقره في البيت، وتفتح جميع النوافذ، والملح ده ترش لمده 3 ايام، وتقرا سوره النور، وتقرا سوره البقره، وتقرا سوره المعارج على ماء، وترش فوق الملح ده، وبعد 3 ايام شيل الملح. كل الاشياء اللي انا ذكرتها لك ديت هتبص تلاقيها اختفت، والضيق اللي بيكون بينك وبين زوجك والخلافات اللي بتكون بينكم هتزول نهائيا. ذكر به غيرك فالدال على الخير كفاعله. دمتم في ود في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.